المشكلة التي تقف أمام هذا الوضع هو أن الذين يريدون هذا الاستقرار لا يريدون استقرارا لمصلحة الشعب الليبي ولخدمة الدولة الليبية وللثورة الليبية التي انتفضت على أحد أكثر الأنظمة إجراما في المنطقة، وإنما يريدونه لمصالحهم الخاصة ولتحقيق مصالح واضحة، وهي نحن نعرف أن المصالح الغربية الرئيسية هي 4 إلى 5 مصالح. ما يسمى بالحرب على الإرهاب الذي تسببوا فيه أو أوجدوه في كثير الأحيان، محاربة ما يسمونه بالهجرة غير المشروعة، السيطرة على الموارد الأولية وخاصة على البترول والغاز، وإضعاف الدولة إجمالا، وبقاء هذه الأنظمة تعتمد على القوى الخارجية لبقائها. إذن وإن كان هناك بعض المنطق فيما تقوله الذين يدافعون عن الحكومة الوصاية الدولية، وأنا أتفهمهم إلى حد ما، ولكن في واقع الأمر هذا ليس خدمة لمصالح الشعب الليبي على الأقل على المدى المتوسط والبعيد.